خازن النار. صباح العاشر من يناير من العام 11 و2000 تقدمت أمام عميد الشرطة بالدائرة الأولى بوزان السيدة عائشة الساجني، امرأة تسكن القشريين في المدينة القديمة، وقد جاءت تبلغ عن اختفاء شقيقها الأكبر تهام الساجني الذي يبلغ من العمر نحو 50 عاما. أدلت المرأة بصورة حديثة للرجل الذي كان يعمل في فرناتشي حمام مولاي تهامي، حيث كانت تزوره تحمل إليه طعامه وتتلقى منه ما تنفق به على نفسها، كان المعيل الوحيد لها بعد وفاة والديهما. انقضت 3 أيام ولم يظهر لتهام الساجني أثر، ولذلك عاودت شقيقته زيارة الدائرة الأولى للأمن الوطني. استقبلها الضابط الممتاز شكيب الأنجري، أبلغته بأنها تخشى أن يكون تعرض لمكروه بسبب مرافقته بعض الأشرار وإدمانه على تعاطي الخمر والمخدرات. أضافت معلومات أخرى أنه كان يحمل في أحد أصابعه خاتما من الفضة ورثه عن والده، مضت إلى أن ذلك الخاتم يتوارث جيلا بعد جيل، يعطى للمولود الذكر الأول. كانت هامي يتخذ من الفرناتشي مكانا للسكن والعمل في آن، يمضي أوقات عمله يطعم بيت النار بالأخشاب وبكل ما هو قابل للاحتراق حتى يؤمن الحرارة الضرورية للحمام. كان إلى ذلك يراقب ما قد تحمله بعض الأسر من طنجيات ومأكل يكتسب كل لذته حين يطهى في رماد الفرناتشي. انتقل الضابط الممتاز الأنجري إلى حمام مولاي تهامي، وقد وجد هناك شابا دون 20 من العمر. سأله عن تهامي فرد الشاب بأنه غادر منذ أسبوع برفقة بعض الأشخاص بعدما أتوا على عدة قنينات من الخمر جاء بها أحدهم بطلب من تهامي نفسه. أضاف الشاب أن تهامي تعود على أن يسهر الليالي برفقة شبان ومراهقين. لما سأله الضابط عن عمله في الفرناتشي أضاف أنه مساعد لتهامي وأن صاحب الحمام ثبته في عمله في انتظار عودة تهامي. كان الشاب يبدو مرتبكا وهو يجيب على أسئلة الضابط، وهو ما جعله يوجه إليه استدعاء للحضور إلى مكتبه في المفوضية بعد الظهر، ولكن الشاب لم يحضر ولذلك اضطر إلى استقدامه. برر الشاب عدم مثوله بكون صاحب الحمام لم يجد من يقوم بالعمل الذي يقوم به. كان أول ما قام به الضابط أن حدد هوية الشاب، اسمه يوسف العوري من مواليد عين دفالي في 12 أبريل من العام 92 900 وألف، ويسكن وزان منذ عدة سنوات منذ أن استقر بها والده الذي كان يعمل في الحياكة. لم تكتشف للشاب سوابق حين تم تنقيطه ما عدا تعرضه لاعتداء جنسي لما كان في 14 من عمره. أدلى الشاب بمعلومات حول بداياته في فرناتشي حمام مولاي تهامي، حيث كان يتولى تقطيع الأخشاب لإمداد بيت النار. سجل الضابط أقواله في محضر قانوني ثم أخلى سبيله وطلب منه أن يبلغ حالا بكل خبر جديد عن تهامي الساجني. عاد يوسف إلى مكان عمله ولم يمر وقت طويل حتى فاجأته شقيقة تهامي بزيارتها. تعرفت على القميص الذي يرتديه، كان قميص شقيقها، أغضبها ذلك ولم تكتم غضبها. رد يوسف بأن تهامي هو من سمح له بارتداء ذلك القميص لأن ملابسه اتسخت ولم يغسلها بعد. كادت المرأة تتجاوز عن الأمر لما استوقف نظرها الخاتم الذي يضعه يوسف في يده، كان خاتم شقيقها تهامي، هي تعرفه جيدا، هو ذاك الخاتم الذي يتوارثه الكبار من عائلة الساجني. كتمت الأمر في نفسها وغادرت الفرناتشي، توجهت رأسا إلى مقر دائرة الشرطة، وما أن استقبلها الضابط الممتاز شكيب الأنجري حتى باحت له بما لاحظت. قالت له إنها رأت خاتم شقيقها في يد يوسف الذي كان يرتدي قميصا له. ودون ما انتظار انتقل الضابط إلى فرناتشي حمام مولاي تهامي. كان يوسف منهمكا في قطع الأخشاب. لاحظت شقيقته التهامي أن يوسف استبدل القميص ولكن الخاتم كان لا يزال في يده. لما سأله الضابط أنكر يوسف أن يكون استعمل قميصا لتهامي وأن ما تقوله المرأة ليس سوى افتراء،
وعندما استفسره عن الخاتم الذي في يده لم ينكر الشاب أن الخاتم للتهامي، ولكنه برر حيازته بأن التهامي تركه له رهنا لقاء مبلغ من المال صرفه في شراء الخمر ليلة اختفى. لاحظ الضابط أن الشاب كان يبدو مضطربا كلما سأله عن التهامي، ولذلك قرر أن يسوقه إلى مقر الدائرة لمحاولة استجلاء سر اضطرابه ذاك. ولكنه مرة أخرى اصطدم بمشكلة الفرناتشي الذي يجب أن يكون فيه من يتولى الحفاظ على النار متأججة. تم الاتصال بصاحب الحمام، ولما حضر لاحظ أن يوسف قام بتكديس كمية كبيرة من الحطب في بيت النار، فساءه ذلك وصرخ في وجه الشاب يتهمه بالتبذير. كان صاحب الحمام قد اصطحب معه من يعوض يوسف، وقد أمره صاحب الحمام بأن ينزع الأخشاب التي لم تنلها النار. لما باشر الرجل ما يطلب منه فوجئ بوجود ما يشبه هيكلا عظميا في عمق بيت النار. قفز من الحفرة مذعورا، قال بأعلى صوته إنه يرفض العمل. اتصل الضابط الممتاز شكيب الأنجري برئيسه وطلب منه تعليمات. كان المقصود أن يوقف استعمال الحمام إلى حين التحقق مما قاله عامل الفرناتشي الجديد من وجود بقايا جثة بشرية في بيت النار. أبلغ رئيس مصلحة الشرطة القضائية النيابة العامة بالأمر وطلب حضور رجال المطافئ لإخماد النار المتأججة في بيت النار، مع الحرص على عدم إتلاف ما اعتقده عامل الفرناتشي بقايا بشرية. أخلي الحمام ممن كان فيه من الزبناء، وقام رجال المطافئ بإخماد النار وتمكنوا من إخراج الجسم موضوع السؤال. لم يكن هناك من شك، فقد كانت بقايا جثة آدمية أتت النيران على معظم ما كان بها من لحم وجلود، وبقي منها مع ذلك ما يتيح تحديد هويتها. في الحفرة التي يقف فيها خازن النار تم العثور على ملابس وآثار دم وسكين حادة. تم حجز كل ذلك ونقلت بقايا الجثة المتفحمة إلى المختبر الوطني للشرطة العلمية، ومعها بعض آثار الدم. سيق يوسف العوري إلى المفوضية لتعميق البحث معه. أكد رئيس المختبر العلمي أن البقايا لإنسان، وطالب الشرطة القضائية بالبحث عن قريب محتمل للقيام بتحليل جيني. هكذا أخذت عينة من دم عائشة الساجني شقيقة التهامي المفقود، وأرسلت على عجل إلى المختبر. لم تتأخر النتيجة وجاءت مؤكدة وبنسبة 99.99% أن بقايا الجثة هي للتهامي شقيق عائشة. أكدت نتائج التحليل المخبري أن عينة الدم التي التقطت من حفرة الفرناتشي هي لشخص ثالث. أخذت عينة من دم المشتبه فيه الوحيد في هذه القضية يوسف ونقلت إلى المختبر، فتبين أن الدم دمه. صار ضروريا الآن استنطاقه. أبدى الشاب تعنتا وعنادا، كان يصر على إنكار كل صلة له بقتل التهامي ثم إحراق جثته. لم يصمد لأكثر من 3 ساعات وانهار حينما طوقته أسئلة الباحثين. انطلق في اعترافاته من يوم تعرض لاعتداء جنسي وهو في 14 من العمر. قال إنه كان مصمما على أن يضع حدا لنظرات الآخرين إليه التي كان يحركها الطمع في الاعتداء عليه جنسيا. قال إنه سعى إلى تكوين رصيد من المال، ولذلك تاجر في كل الممنوعات من مخدرات ومسكرات. قال إنه كان يروج الماحية، كانت تجارته رائجة خلال أيام موسم ربيع عمران دي وزان الذي يشهد توافد أعداد كبيرة من اليهود قادمين من مختلف أنحاء المغرب والعالم. عدا تلك الأيام كان يضطر إلى التجول في أرجاء وزان لتصريف بضاعته المحرمة. يحكي يوسف في اعترافاته أنه استوقف ذات مرة من قبل شاب قرب حمام مولاي التهامي، طلب منه قنينة من شراب الماحية، ثم قبض الثمن من صاحب الفرناتشي الذي لم يكن له به علاقة والذي دعاه لينضم إلى الجلسة. كانت هناك طنجية وعدت من لحم البقر. بعد العشاء استمرت السهرة إلى وقت متأخر من الليل. قال يوسف إنه لم يدري الذي حدث بعد ذلك،
وفي الصباح لمس أنه تعرض لاعتداء جنسي. هاجم على التهامي يريد الانتقام، ولكنه تمكن من الإفلات وأخرج هاتفه النقال وعرض عليه ما تم تصويره. تم تصوير الاعتداء الجنسي الذي تعرض له. قال إن التهامي أبلغه بأنه سلم نسخة إلى شخص آخر، وأن كل محاولة للانتقام سيكون مقابلها نشر ما تم تصويره في كامل وزان. قال يوسف إنه منذ ذلك الحين لازم التهامي، صار مساعدا له، ولم تكن غايته سوى اقتناص اللحظة المناسبة للانتقام. ثم جاءت الفرصة. كان التهامي سكرانا ثملا، اعترف في سكره أن مسألة نسخة التصوير لم تكن سوى خدعة. اعترف يوسف أنه لم ينتظر، أخذ السكين ووجه إليه طعنة جهة القلب. لما بدأ يصرخ خنقه بيديه إلى أن مات. ظل في مكانه إلى أن خمدت النار. وقتها حمل الجثة وأدخلها بيت النار، ثم وضع عليها الحطب وأضرم الكومة. ظلت مشتعلة ما بقي من الليل. طال الانتظار ولم تختفي الجثة كاملة كما كان يظن. قال إنه كان ينوي ألا يبرح الفرناتشي حتى يمحو كل أثر للجريمة. لم تكن جريمته كاملة لسبب بسيط، لا توجد جريمة كاملة. بعد انتهاء التحريات تم تقديم يوسف العوري إلى الوكيل العام للملك بتهمة القتل العمدي والسرقة.